أكثر دول العالم استدعاء للصحفي ممكن يأتي بعد المكسيك، والمكسيك هناك حضرتك تعرف يعني تجار المخدرات وهذه عصابات يعني مستأثرة بالكثير من أقاليم تلك الدولة أمنيا. فأكثر من استهدفوا الحقيقة ويستهدفون بدوافع سياسية هم صحفيون، هم يعني الصحفيين العراقيين. وحصل يعني لا أريد أن أتحدث عن هشام هاشم مثلا أو عن كثير يعني من زملائنا الذين عملوا بهذه المهنة. فأنا أعتقد هذا ليس، هذه ليست اغتيالات عرضية، أنا أعتبرها هو اغتيال سياسي حقيقة لمحاولة جعل الآلة الإعلامية العراقية تتجه باتجاه واحد، أن لا تكون هناك أصوات معارضة. مؤسسة المدى ورئيس هذه المؤسسة الحقيقة يعني واضحة توجهاتها أنها تأخذ يعني المساحة التوجيه النقد، القراءات النقدية يعني مؤسسات الحكومة، وهذا أمر يجب أن يبقى مهم جدا أن يكون في العراق أكثر من صوت، وأن لا تكون يعني أن نظهر بالإعلام نوجه. أنا شخصيا أنا دائما أخرج الإعلام أحاول أن أسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالضعف لتقويم هذا الضعف ولإصلاحه، وليس ولا يعني نحن ليس لدينا خصومة مع الدولة العراقية، نحن أبناء هذه الدولة وندعم مركزية القرار الأمني ومركزية القرار السياسي في العراق. نريد أن يعني يعاد صياغة قوالب هذه الدولة الأمنية بما يحمي صيرورتها وبما يحمي أمن المجتمع الحقيقة. أما أن يبقى هذا مؤشر بحسب وجهة نظري يعني أن دي مرحلة قادمة ممكن أن تتصاعد بها حالة الاغتيال السياسي في العراق وتعود بقوة، ولذلك يجب أن تلتقط الحكومة العراقية هذه الرسائل وتقوم بواجباتها. طيب. نحن لا نطالب حكومة السوداني أن ترسل صواريخ إلى الفضاء. يعني لكن